ابنتي رئيس جمعية قرى الأطفال المغرب إسويس فيلاج. كثير من نجوم الكرة الوطنية يقومون بزيارة لهذه القرية ولقرى الأطفال المغرب ويقدموا مساعدات، ومن ضمن هؤلاء اللاعب زكريا بوخلال الذي قام بهذه المبادرة، وهو تأهيل هذا الملعب ليقوم بمهمة تقديم الخدمة لهؤلاء الأطفال في هذه القرية، وربما حتى لأبناء القرى المجاورة. فمرة أخرى نريد أن نقدم ونجزل له الشكر ونتمنى له التوفيق في الميادين الأخرى. أستاذ الوليدات عندكم هنا رياضيين كيبغوا الرياضة غادي يستافدوا. عندنا الحمد لله كل الطاقات، عندنا رياضيين، عندنا الفنانين، كل شيء كاين، كل شيء موجود. والدور عندكم اجتماعي؟ طبعا نقوم بتربية الأطفال ونتكلف بهم من يوم ولادتهم إلى أن يبلغوا سن الرشد، مدة 20 سنة تقريبا. صدق كلمة القلب ديالك؟ العمل الاجتماعي هو عمل نبيل لا يمكن أن يقوم به إلا من له درة من الإيمان ودرة من الرغبة في القيام بهذا العمل. العمل الاجتماعي هو مثل العبادة، خص الإنسان يكون مآمن به باش يقوم به. أستاذ أنت الأب الروحي لهذ الوليدات، فهما شي كلمة لهم؟ أنا فقط فرد من أفراد طاقم كبير يقدم خدمات لهؤلاء الأطفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا.